السادة المشاهدين، كل مشاهد هذه الحلقة عفوية وهدفها معرفة الجانب الإنساني للضيف، في حين إن لم تكن له ردة فعل إنسانية فاعلموا إنه دخل في ردة فعل بأماكن ثانوية، بمعنى اللهجة العراقية يا دوب يحير بروحة. لذا نسترع الانتباه لبعض ردود الأفعال العنيفة والطريفة واللطيفة. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هاشتاك فريق البرنامج. ما لقينا حد مثلك يتحملنا ويرضى، من يطلع للجني يوقف يوقف قلبه ونبضه. هلا 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 باللي اجا، كل شي ما حجا بقى خايف بقى ما يدري شقى، فخنا من وقع الى جن طلع سوى بلبلة. هلا مية هلا وهلا هلا برحلة الصيد نطلع سوية، وحدك نعوفك جيل القضية. برحلة الصيد نطلع سوية، وحدك نعوفك جيل القضية. وهلا هلا وهلا هلا بصعب دروب شغلة من حمات داسلها وفلات والمقلب حلا. هلا ومية هلا 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 برحلة الصيد نطلع سوية، وحدك نعوفك جيل القضية. برحلة الصيد نطلع سوية، وحدك نعوفك جيل القضية. هلا هلا وهلا هلا. الشركة الوطنية للصناعات الهندسية، علامة الطحان. بأحلى وأجمل تحايا نحييكم، وبأجمل يوم نمسيكم رمضان كريم علينا وعليكم. ضيفنا لهذه الحلقة، يعني ضحيتنا لهذه الحلقة، الفنان المبدع المتألق المميز رضا طارق. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. كيف حالك؟ اشتاق لك؟ الحمد لله. بداية البرنامج إن شاء الله. حب كمال البرنامج بدون مقدم برامج. بدون الضيف اللي يجي هو يسولف، هو اللي يقدم الحلقة مالته. أنت أو ذي الفقار اللي تقدم الحلقة وطلقة ترحيبية أنت ترميها أو ذي الفقار يرميها. إن شاء الله. إن شاء الله. الكاميرا لك. إن شاء الله. تفضل. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، ويا رب إن شاء الله تكون رحلة صيد ممتعة إن شاء الله، راح تمتعون ويانا إن شاء الله. مثل ما تشوفون إحنا هسه حاليا برنامج رحلة صيد مع أخونا سيف وأخوي ذي الفقار حبيبي، وإن شاء الله راح يضربها الطلقة ترحيبية. ذي الفقار يعني أنا يدي خافوا إنه في شيء أطلع هاي تبين الكبر. إي والله باليسار هو راح يضربها. والله انت اضربها يلا يلا، بس دير بالك لا تصيد لي شو اسمه ارجع لك نخله. هاي برنامج رحله صيد مع نجوم، انا ترى يعني نقول يا الله يا الله.
يمه تحياتي تنكسر يا صدق يا رد فعل مو قلت لك ما هاي شو اسمه المستشفى هاي هواي خوش الفقار هاي هواي يعني تسويها بيدك اوكي يا ايدك اوكي وتستمرون يلا ان شاء الله هاي ما بيها شيء مو لا تنسوا لا تنسوا هلا واحنا بالقصة هسا بيها بيها كمل نطلع ما بيها ايه زين صلوات ذيك الله خليها عابله فيها يا ابو الشيخين تكيد بترهي حلوه يلا هاك هاي التوفيق يلا نطلع قبر يلا عابله فيها هسا القبر يا عبي عبيها رحمة الوالدين حط لك محسن حط له شويه محسن حط له 500 بروح عنده ما به اللتر ب 500 يا عمي اي والله صدق شلون المحسن شلون المحسن يعني انت هاي سوالفك بشرفك غير تحكي غير تقول الله لا ليتي صدق والله استاذنيها مو قاعد ثاني لا يا بي سويت بيها خرب يوم ليش بذانك؟ هاي بذانك غير تقول لي محمود غير بعيد عليك صوتها انا اقول صدق صوتها بعيد والله العظيم لا قريبه قريبه شنو؟ بدتني لا والله يفزوز 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 لا لا حبيت دينكا تبريد تحسبي اخبارك اخر شغلك هسه بهاي الايام والله ان شاء الله عندنا على قناه الرشيد ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله سبحان الله يعني همنا ذو الفقراء ضيفك بهاي الحلقه وهمنا عندك عمل على قناه الرشيد حلو زين شنو تقدر تقول لنا هذا واحد هنا منو هاي واحد لا من واحد منو هذا شو اسمه هذا ابراهيم هذا ابن ابو البستان هذا الخابوه تعرفوه ايه شلون؟ ابن ابو البستان؟ هذا ابو عشط والله لا تعرف سالفته هذا الفقر شلون؟ بس مو يعني انا احكي قدامه حتى انجح فقد البصر مالتي عطيه ما صار له شهر لا اله الا الله بشرفه مسوي علينا عمليه الحمد لله شكرا ابوه يقول شلون صار في حاله نفسيه بالبساتين كلمي شط يمي يخاف ما يدري لان طاب الشط يقول يا في سبعك يا في سبعك لا يا عبد ابراهيم الله يساعدك سلام عليك هلا سيف شلونك حبيبي شو اسمه شو اسمه شو اسمه ابراهيم السلام عليكم السلام شلونك حبيبي اهلا وسهلا 13 تعرفه 13 اهلا حبيبي اهلا بكم شلونك اخوي ابراهيم اهلا وسهلا ايدك ايدك حبيبي شرفت 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 حبيبي اهلا اهلا الله يسلمك شلونك الحمد لله شلونك والله على الهواء الطيب انت قدامك شاط لا سهل ما ان شاء الله ما شاء الله لا 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 ما ربي يحفظك شلونك حبيبي عيني. الله يحفظك بارك شلون صحتك والله مصابرتنا انا بقيت انتظرك لا اقول لك سالفه عينك ايه مو عمليه قيف على اساس اي والله سوينا عمليه قيف ايش بيها ايش بيها الدواء هذا ما يشوف بيه هاي اليسرى عمليه ويقول للدكتور لو يعني مو ولاده مو يعني هذيك اليمنى يعني ما يشوف بيه يعني هو يعني مثلا يفتح بيه مثلا العدسه البؤبؤ ما ادري شغلات طبيه بس هاي يعني عمليه ناطيه شوف انا قلت لك روح للهند افضل والله بعد على الامكانيه ان شاء الله الله يوفقك يا رب طيب طيب ان شاء الله حبيبي يعني كنصيحه اخويه يعني احنا اخوتك ان شاء الله انا حكيت وياهم انتم ابن ابو البستان بس كمي قدامك يعني تعرف حاله محرجه دير بالك دير بالك يعني دير بالك يعني احنا لا ان شاء الله هو هذا ان شاء الله بس ايش عجب شوف بوحدك يا
والله وصلني صديق وراح. يعني تندل التهسه يعني تمشي؟ لا تندل يا معود. البستان حافظه حفظ. لا والله. والله. ما شاء الله سبحان الله. الله ياخذ ويعطي. الله ياخذ ويعطي. سبحان الله. الله ان شاء الله الله يحفظه. انت هو عايش هناك. بس هو عايش هنا يعرف يعني لازم. لا والله اقول لك حبي عندنا تصوير برنامج. ايه زين. مخابرتني خاباتك همين قلت حتى همين ان شاء الله ان شاء الله اهلا وسهلا شرفتوني حبيبي يلا حبيبي يلا نشوفك بخير حبيبي الله يحفظك حبيبي الله يحفظك اقول لك اقول لك طب هنا شنو زين يا فنان خطير ايش تسوي لا ما يخالف غير لهم انا موجودين هو عندي هنا والله ناخذ هم نسوي شلون يسوي لكم على الاستاذ هو هسه احنا ناخذ انسيرتات اللي هي اجواء صيف هناك نكمل هذا بالمنطقه اي احنا راح ناخذ نسوي تمشي انا ابراهيم عيني تمشي انا امشي وياكم يلا حبيبي يلا حبيبي تعال 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 خلي قوده ما يشوف معود لا لا حبيبي تعال وين امشي خليك تونس انا ايش عندك زين زين دقيقه انت عندك السيارتات هسه اي عندي بس اسال على البستان حتى يلا اوكي حتى يكون شيء مو متاخذ اوفر يعني اي شيء اي شيء سيد هاي احط لك طلقه ولا ما يحتاج شو ابي الطلقه ها تسوي الطلقة يلا جاهز؟ يلا جاهز مثلا اوه وقعت الدخلة جوني جوني باشا جوني اوقف على حبيب لا يتعور تعال منا منا حاليا برحلة صيد ابراهيم ابراهيم هاي من زمان منطقتكم هاي انت هنا من زمان مولود من زمان ايه من الولادة انا ها من الولادة تعرف شاب بس هو فعلا مهجور حسه اي متروكه اي شاب ومندفع دخلت وحدي يلا بالكاميرا الثانيه يلا اوكي اي يعني صارت يعني من دايم شفت صارت شلون الحيطه او طلع لي في ظل اسود او في شيء هيجي عاطب بجهول شلت انشمرت عاد منها صارت عندي هاي الحاله احنا انا بالبستان؟ اي بالبستان هم شوي يعني شو جايب لنا البستان كله؟ مسكون سعيد مسكون على رواية وين راح قبل انه يتجنبونا لهذا بس سيف انا سيف خابرني قال يلا خلي خابر سيف انا يقول احنا جاهزين او انت بروح اشوفه ايه هو راي هذا السياره بس شوف يلا ماشي الفرقات عندي يلا اوكي ثابت تم فضل بسرعه يفضون اذا ارجع انا شيني يابا شنو يعني وقعت عند التزام سيد صدق ما صار يعني مرخص ها مرخوف اي منا ها؟ ايه يعني شنو تقول لي مثلا يعني شنو؟ اي والله شلون؟ وقعت يعني وقعت حوالي يعني غروبيه قبل لا تظلم بشويه يعني وقت هيجي شلون الحياه؟ انت جابك هنا اذا ماكو بيوت ليش جيت هنا؟ هي البستان مالتنا بس متروكه و ما لها احد يعني يعني متروكه؟ ما جني ما جني هو صح موجود بس ما اعرف يا اخي ما شو ما خش عقلي بس تتراوالك خاف يعني جوز مدري الله بس الشاي وين يا صارت عيطه سيفر الشاي خايب لا شاي لا خام موجود شاي ليش والله وين فديتي عم صر اكو غرفه ايه او كوخ قديم هيك قريب هاي غرفه بلوك اي هاي بلوك ايه بيها سعف شويه قديم ايه هي بيها موجوده غراض مال شاي قديمه والله جيب سيده جيب لنا شاي ايه ماي موجود هم والله يخوش ايه جيب لي شاي ودار شنو هي هيتار شنو ماشي هاي تلتعترق هذه شغل شغل نار اي شغل لمحه طاب هذا عد جداحه نسويها يا فاتحه وخسرانه انا مجد باني روح يلا هسه جي ثواني يلا اي ابراهيم اي فاني منها يعني من ذيك الحادثه صار عندي
انعميت وبقت عندي عين واحدة ما اشوف بها وعين سويتها عملية بالليزر. يا رب سحد النار اول. اي حارة. رحمة الله. لا يسوي شاء ان شاء الله. والله يا ابراهيم ان شاء الله الله يشافيك. طبعا رضا طارش من يقوم يخاف؟ يقوم يوجوج. يقوم يوجوج. ايش السالفة؟ ما نبي سكر. صدق احنا ليش جبناه؟ رجال بي سكر. نبي شبعنا طين، شبعنا، وين السيف؟ ها شنو؟ الشركة الوطنية للصناعات الهندسية علامة الطحان. سبالت الطحان، مبردات الطحان، سخانات الطحان، هاشنو؟ كوفي! هاشنو صار؟ ابقى يمي. لا تروح، ابقى هنا. هاشنو معودين؟ هاشنو هاي؟ وين؟ بالفقار! بالفقار! تعال تعال ابقى براي. تعال ابقى يمي، لا تروح. لا مو ما اقدر بالفقار. لا تروح وحدك. لا مو عليه. مو بالفقار شلون؟ وين هو ذي الفقار؟ تعال على كيفك، امشي. شنو صار؟ ايه هسه خذ الاعمى. يلا شباب، هذا بالفقار هنا واقع. وينه؟ اخذني عليه. هذا بالفقار، معود بالفقار. هاي شنو هنا؟ صديق كذا معودين هنا. اي هاي شو اسمه؟ شنو؟ الحاوي بالفقار. هاي شنو بالفقار؟ شكله لك انت تسوي هنا كبيرة؟ انت تسوي هنا كيف انت؟ الله يساعدك. والله العظيم بس اللي احبه انا احبه. بعد ما تستعجل تسوي فيه ليش؟ وين هذا العمي؟ اخي انا عمي. بس اخي عمالي شنو؟ على هم العمال صار في النياس بعد. هذيك ما تهدف بشيء. حبيبي شلونك؟ لا بالعكس حبيبي. بس انا ايش قلت لك؟ والله يعني بالبدايه قلت له خاف، قال لا بعد من جيت لي هنا قلت لا ماكو شيء رح. زين شنو اول شيء ارتاح؟ شد نفس. غسل شاخد نفس. أبغى هذا عاطل منا. أنا دقيقة. أنا إيش قلت لك؟ قلت لك إبراهيم عوفه. إيه. أنت تسلمت ألا أروح يا إبراهيم؟ مو خطية، ما أقدر أعوفه. لا
ما اقدر اعرف ابراهيم ما اقدر يعني هيك مساله انسانيه هي يعني مساله انسانيه هو شوفه ضرير وما يقدر يعني ما تقدر تعوفه يعني هذا تركض على الفقار قال لا تعوفني رجعت عليه زين اقول لك يعني اقوى شيء يخوفك شنو؟ انا طبعا بعد 20 متر قاعد جوا القاع المشاشه دابا كل المشاهد بس عاش في دفع يعني فكره كانت جميله وفكره ما متوقعه حقيقه احنا دائما يعني جيب الفنان وكذا وقاعده وصور ومن هالسوالف هاي لا بالعكس هاي يعني مساله بيها مساله عفوا لا مساله انسانيه بيها يعني فكره حلوه اكشن حلو بيها يعني حقيقه يعني انا شايف يعني عربيا هاي فتشي فتشي شكو بعد خوفتوني يعني الكاميرا علق له ما شايف ما شفت الكاميرا ترهد يعني شلون لا 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 عاشت ايدك وفكره جميله ورب ان شاء الله التوفيق طبعا كاميرتك هنا قول لهم باي باي والى الفلاي كام اكيد الشركة الوطنية للصناعات الهندسية علامة الطحان. ما لقينا حد مثلك يتحملنا ويرضى من يطلع للجني يوقف يوقف قلبه ونبضه هلا 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 باللي اجا كل شي ما حجا بقى خايف بقى ما يدري شقى فخنا من وقع الى جن طلع سوى بلبلة هلا مية هلا وهلا هلا برحلة الصيد نطلع سوية وحدك نعوفة جيل القضية برحلة الصيد نطلع سوية وحدك نعوفة جيل القضية وهلا هلا وهلا هلا شغلة من حمات داسلها وفلات والمقلب حلا هلا ومية هلا 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 برحلة الصيد نطلع سوية وحدك نعوفك جيل القضية برحلة الصيد نطلع سوية وحدك نعوفك جيل القضية هلا هلا